وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفطر الحاضر، وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. هذا الحديث فيه حكم عديدة. يقول في تخريجه رواه الحاكم والبيهقي في الزهد، وقال الحاكم: واللفظ له صحيح الإسناد. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه، يطلب منه وصية أبقى في ذهنه أبد حياته. وفي بعض الروايات قال له: وأوجز لي في الوصية. هذا رجل عاقل حكيم، فأوجز له عليه السلام في الوصية وقال له: عليك بالإياس مما في أيدي الناس. يعني يجب على المسلم أن يكون تعلقه دائما بالله تبارك وتعالى، وأن يكون راغبا فيما عنده من خير، وأن يقطع أمله من الناس أن يفيدوه أو أن يغنوه، فإن الله عز وجل هو وحده غني حميد. هذا بطبيعة الحال لا يعني أن لا يتخذ الإنسان الأسباب، ولكن يعني شيئا. طالما غفل الناس اليوم لغلبة المادية الأوروبية الغازية للمسلمين في عقل دارهم، وهو أنهم يهتمون بالأسباب أكثر من اهتمامهم بتوكلهم على رب الأرباب سبحانه وتعالى. فيظل الإنسان اليوم إلا من شاء الله وقليل ما هم يهتم بالأسباب كأنه هو الكل في الكل، لا يخطر في باله أبدا أن هذه الأسباب قد لا تفيده شيئا. وبالأولى وأحرى أنه لا يخطر في باله أنه هو حينما يتخذ الأسباب يتخذها لأن الله عز وجل أمر بها، وليست لأنها سببا فقط. ويجب أن نفرق بين الأمرين. هناك فرق واضح بين من يتخذ السبب الذي هو موصل إلى المسبب عادة لأنه سبب، وبين من يتخذ السبب سببا لأن الله عز وجل أمره بذلك، أمره بالأخذ بذلك السبب. فرق كبير جدا. الأمر الأول عادة الماديين الكفار أو أشباههم من الضالين والمحرفين من المسلمين. الأمر الآخر هو طبيعة المسلم، يأخذ بالسبب إذا كان الله عز وجل أمر به أو على الأقل أذن له فيه، ليس لأنه سبب فقط. وما حصيلة هذا التفريق؟ ذلك لأن الأسباب من حيث كونها أسبابا لمسببات تنقسم شرعا إلى قسمين: أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. المسلم حينما يجد هناك سببا لرزق ما لكنه يعلم أن الله عز وجل نهى عنه فهو لا يتخذه سببا،
ولو كان هو في واقع الأمر سببا كونيا ولكنه ليس سببا شرعيا. هذا التفريق مع أنه أمر واضح من الناحية العلمية الشرعية ولكنه مع الأسف الشديد أمر يكاد يكون أن يكون مهجورا في العالم الإسلامي فضلا عن عالم الكفر، ذلك بما يدل عليه انتباه المسلمين على جلب الأموال وجمعها وتكنيزها من أي طريق كان، سواء كانت هذه الطرق طرقا شرعية أو غير شرعية. لذلك فحينما الإنسان يتذكر بمثل هذه المناسبة وهو يسمع قول الرسول عليه السلام أن يقطع المسلم الياس مما في أيدي الناس، هل معنى هذا ألا يفتش مثلا عن عمل، ألا يسأل عن سبب رزق؟ جواب لا، لكن لا تضع أملك بالإنسان، وإنما ضع أملك في خالق الإنسان أولا، ثم حينما تفتش عن السبب الذي أولا لا تجعله عمدتك، ثانيا فكر هل هذا السبب شرعه الله لك أم لا، فإن علمت أنه غير مشروع اجتنبته، وإلا فإذا وقعته فلم تعلق أملك بالله عز وجل ولم تقطع الإياس مما في أيدي الناس. وكل الناس إلى القليل مع الأسف الشديد لا يعملون بهذا الحديث إطلاقا. كثيرا ما نلتقي مع ناس متعبدين صالحين، لكننا سرعان ما نكتشف منهم ارتكابهم لمخالفات شرعية في بيوعهم وفي شرائهم. هذا مثلا يرابي، ولا أعني مرابعة اليهود المكشوفة، وإنما يكفي أنه يتعامل مع البنوك ويضع ماله في البنك، ومنهم من يأخذ الربا الذي يسمونه بغير اسمه بالفائدة، ومنهم من يتورع زعما فيترك لهم الفائدة أو الربا بالأصح، يقول أنه أنا ما آكل الربا، يتوهم أنه رجل متقي. حينما نصطد بمثل هذا الواقع المؤلم ونذكر بأن هذا يا أخي حرام، وإن كنت لا تأكل الربا فأنت تطعمه، ونبيك صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فأنت لا يكفي أن تتورع عن أن تأكل الربا، بل يجب أيضا أن تتورع عن أن تطعم الربا غيرك، فنفجأ بما ينافي هذا التوجيه النبوي الكريم. يقول لك يا أخي شو بدنا نساوي؟ هيك إذا بدنا نتعامل فقط برؤوس الأموال اللي عندنا ما بيمشي الحال، إذا بدنا نحط مالنا في البيت بجوز الحرامية يتسلطوا علينا، بجوز يقتلونا في الليل، بتلاقي بقى بيصدر في خيال من أضع الخيالات التي تسيطر هي فعلا على عقول الكفار. أما المسلم فهو مطمئن عنده هذا الحديث، وقبل ذلك عنده آية هي تعالج هذه المشكلات النفسية التي رانت على قلوب كثير من المسلمين اليوم في الصميم. فالله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأن المسلمين كفروا بهذه الآية حينما تنصحوا بأن لا يتعامل بالربا، أن لا يأكل الحرام، أن لا يبيع الخمر، أن لا يبيع الدخان، ما في شيء مكتوم، لا يبيع الخمر ولا يبيع الدخان، رأسا يتعلق بالأسباب،
ما بيطال اياس مما في اي الناس ويتوكل على رب الارباب بيتعلق بالاسباب وهي غير مشروعه. فاين انت؟ وهذه الايه الكريمه ومن يتق الله يجعل مخرجا الى هذه الايه. اذا انت احد شيئين، اما انك لا تؤمن بهذه الايه مطلقا وهذا الكفر بعينك، واما انك تؤمن بها قلبيا ولكنك لا تؤمن بها عمليا، فانت لم تجعلها منهجا لحياتك وفي منطلقك في معاملتك للناس، ولذلك فانت من هذه الناحيه العمليه كالكفار. هم يتعلقون بالاسباب، لذلك نظموا حياتهم على هذا التعلق، وتنظيم من ادق التنظيمات التي عرفها ربما التاريخ على وجه الارض، ولكن كل ذلك لا يساوي عند الله جناح بعوضه. لماذا؟ لانه قائم على خلاف شرع الله عز وجل. ولذلك قال تعالى حينما امر الكفار الذين هم اعداء الاسلام ويحاربون الاسلام في كل زمان ومكان، ولو كانوا ينتمون الى شيء من التدين لانه من اهل الكتاب، وصفهم بصفات كدنا نحن ان ننساها. لماذا؟ لسببين اثنين: الاول ابتعاد عن دراسه الكتاب والسنه، والسبب الاخر وهو خطير جدا مخالطتنا لهؤلاء الناس ومن اتصل بهم واتصف بصفاتهم ولو كان هو ينتمي الى اسلامنا وديننا. قال الله في اولئك: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، نعم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. من هم؟ من الذين اوتوا الكتاب عن حتى يعطوا الجزة عن يد وهم صاغرون. شاهد في قوله تعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، هي صفة الكفار ليست صفة المسلمين. لكن المسلم حينما ما بيسأل حرام حلال بيقول لك يا اخي بدنا نعيش، ولا يوم ليوم الله فرج نحو هذه الجوارات، اللي بتدل على منتهى اللامبالاة والاهتمام بما حرم الله عز وجل. ومع ذلك نحن نشكو ضنك العيش وارتفاع الاسعار والظلم من كل الجوانب، ثم لا نلتفت لانفسنا وجود الخلق من نفيد. اذا يجب ان ناخذ من هذه الفقره الاولى من هذه الوصيه البليغه من نبينا صلى الله عليه وسلم عبره الا نتعلق بالاسباب مطلقا، وانما نتعلق بخالقها، ولكن ناخذ بالاسباب ما كان مشروعا منها طاعه لله عز وجل فقط، لان الله عز وجل قد اخبرنا نبيه عليه الصلاه والسلام في قوله: ان روح القدس نفث في روعي، ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها ورزقها، فاجملوا في الطلب فانما عند الله لا ينال بالحرام. اجملوا في الطلب، اقتصدوا، اسلكوا الطريق الجميل المشروع في طلب الرزق، فان الله عز وجل لم يشرع لعباده المسلمين ان ينالوا رزقه بالحرام، لا سيما وهو القائل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم اي وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. في الواقع لولا الشرع لكنت صوفيا،
بمعنى اتكاليا، لا أخذ بأسباب، لأن هذه الأسباب مظاهر والأمر بيد الله عز وجل. لكن الله لما أمرنا باتخاذ الأسباب ففي إطاعتنا لأمرنا لأمر ربنا الأخذ بهذه الأسباب هو من جملة العبودية لله عز وجل. فأنا حينما أخذ بالسبب المشروع أعبد الله، وحينما أعرض عن السبب غير المشروع أعبد الله. أما الأخذ بالأسباب بدون أي تفريق بين حلالها وحرامها وجائزها وغير جائزها فهذا خروج عن تحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين المتمسكين بكتابه والمهتدين بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. هناك طائفة من الأسئلة السابق سنذكر بعض هذه الأسئلة الآن. كان قرأنا سؤال